بقول لكم اليوم عن قصة إليزابيث وارن، وهي أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية. ألفت كتاب مع بنتها عن شلون الواحد يسوي خطة مالية أو ميزانية، وتعلم بنتها شلون تعتمد على نفسها. مضمون هذا الكتاب طريقة تقسيم الراتب، وهي طريقة 50-30-20. تقول في الكتاب قسموا الراتب إلى مصاريف أساسية مثل أجار السكن والأكل أو أقساط القرض إذا ماخذين حق البيت أو السيارة. حاولوا تخلون هذه المصاريف ما تتعدى 50% من الراتب. بعد ما نغطي المصاريف الأساسية، في مصاريف غير أساسية مثل طلعات المطاعم والسفر. حاولوا تخلون مصاريفكم غير الأساسية ما تتعدى 30% من الراتب، ولا تنسون تخصصون مبلغ للتوفير على الأقل 10 ويفضل 20% من الراتب. خلنا نبدأ السنة الجديدة صح، وكل عام وأنتم بخير.